بس انا بقى بصراحه انا عايزه استغل الموقف كده وقولوا لي ايه رايكم. دي مسابقه عظيمه تتبع لوزاره التضامن الاجتماعي. ايه رايكم احنا برنامجنا الستات ما يعرفوش يكذبوا عندنا اهو فتره مثلا نقول اسبوعين ثلاثه اللي جايين. عايزين نسمع من مشاهدينا الكتير في كل حته قصص حقيقيه وحكايات لام مثاليه. هتلاقي كتير ويبعتوا لنا على صفحتنا طبعا هتلاقي كتير جدا. يبعتوا لنا بقى القصص دي ويرشحوا مين تبقى ام مثاليه واحنا باذن الله جايزتنا انها تكون معانا تتكرم معانا هنا على الهواء وتطلع معانا في البرنامج وتبقى أنا حاجه أتمنى. يعني أنا من صميم برنامجنا. انا ما قريت الخبر ده اتصلت بصديقه ليا اسمها الهام نديم عندها يعني صدمه تاول جوازها يعني ان ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصه او كده وكانت قويه جدا ووديته شويه بعد شهور وديته مركز تكشف عليه ولقيته ان هو قابل للتعلم بقيت فرحانه ده ممكن يتعلم ده ممكن يدخل رغم ان هي عانت في الاول انها تدخله مدرسه كانت الموضوع ده ما كانش يعني في حد بيسنده دلوقتي النهارده ما شاء الله الدوله بتسادر بتساند قادرون باختلاف بشكل جميل جدا والمواهب والطاقات والكفاءات فبحييها واتمنى ان هي تقدم يعني كلمتها عشان اقول لها على المسابقه اسمها دي اسمها ايه؟ الهام نديم استاذه هي إلهام. كمان خريجه اعلام بنحييك انا وايمان كمان لان فعلا انت نموذج يحترم وهي بس عندها بنوته وثلاث ولاد مش ثلاث ولاد بس فتستثنى يعني برضه عشان خاطر عبد الرحمن كل اللي بيشوفنا دلوقتي واللي مش بيشوفنا اللي بيشوفنا يحكي له يبعتوا لنا النماذج الحلوه اللي تستحق التكريم وتستحق ان احنا نقول لهم يعني ربنا يكرمكم ويسعدكم يبعتوا لنا يكونوا معانا هنا برنامجنا صح وطبعا الشيء بالشيء يذكر كل ام هي ام عظيمه كل ام صبرت وسهرت وحملت وولدت ورضعت وكبرت وعلمت وربت وممكن يكون ظروفها مش احسن حاجه او تكون عايشه حياه قاسيه او صعبه فضلت ولادها دايما على نفسها عندها ايثار حتى لو هي محتاجه الحاجه دي تديها لولادها كل ام عظيمه ربنا كرم الام قبل اي حد وحط الجنة تحت أقدامها فكل تحية لكل أم مصرية بشكل خاص وكل أم خلقها ربنا احنا بنتكلم على قادرون باختلاف النهاردة ليهم وضع في الدولة وفي تسهيلات في كل المواصلات وفي كل الأماكن وكرنيهات وحاجات اتعملت كتير جدا من 20 سنة ما كانش في حد بيقدر ينزل ابنه البسين وكان بيتجرح وبيتنمر عليه وعلى أمه ما كانش بيقدر يدخل مدرسة بشكل كويس أو يلاقي حد يساعده في المدرسة ما كانش بيلاقي المراكز اللي هي يقدر يكشف فيها ويتعامل لكن لما أم تتعب على حد وتحول المحنه لمنحه جميله يشوفها ويشهدها العالم نفسي اجيب لكم بقى عبد الرحمن نفسه مش الهام كمان يعني هي منقبه فهي يعني عبد الرحمن طبعا لو يطلع معانا يعني نتمنى يا ريت طبعا جميل تنور ويشرف واخدين ميداليات في كتير بتبعت لي ميداليات واخدها في السباحه وفي حاجات كتير ربنا يكرمها فيه وعايزين نقول ان احنا هنا من برنامجنا الستات ما يعرفوش يكذبوا الستات بيعرفوا يأدوا في الحياة دورهم زي ما ربنا وصاهم عليه وعشان كده بنقول انه زي ما هبة قالت احنا كل شهر هنجمع اكتر قصص مؤثرة وملهمة وفيها كفاح وفيها نجاح من حضراتكم الامهات ابعتوا لنا على صفحتنا وكل شهر هيكون في صالون نسمع منكم حكاياتكم عشان تكونوا ملهمين لستات تانيين وتقولوا انه مفيش حاجه اسمها يأس ومفيش حاجه اسمها استسلام وان اي ام مكلفه انها لازم تكمل رسالتها وتكمل مشوارها مع ولادها. طيب